مؤخرا يا رجال قاعد نسمع امور حول مسابقه ملكات الجمال بالعراق. البعض من يقول انه مسابقه غير عادله، البعض من يقول انه مسابقه مشكوك بيها وواسطات وتفاصيل ما انزل الله بها من سلطان، اكيد انت سامعتها، والامر اصبح على العلن، على يعني الناس كلها بدات تعرف. ليش عندنا اشكال في مسابقات ملكات جمال العراق؟ ليش؟ بس خل اقول لك شغله، مو بس بالعراق. حلو. انا اقول لك شيء، انه كل المسابقات مال ملكات الجمال يعني بيوتي بيجنز يعني بالعالم كله مثل السياسه. اوف، هاي المرحله واصلين؟ زين انتم حلوات وش شافكم؟ هو هيك يعني، صار طعن بالاعراف يعني، كلام خطير، كل اتفاقيات تصير. شلون؟ انا اقول منا انه كلها اتفاقيات، يعني اتفاقيات يعملوا هاي الشوشه حتى يجيبوا مشاهدات. الشو شلون تصير؟ واللي تفوز قبل ما يبلشون بالمسابقه مختاريها. اوف، اوكفي، هذا تصريح خطير. يعني اللي تفوز بملكة جمال العراق قبل الإعلان النتائج، خلينا نسب العراق، أوفينا من ما إحنا شعلنا، خلينا بالعراق. يعني قبل أنا ليش أقول لك عالم إعلان النتيجة هي تعرف إنه راح تفوز ولا لا؟ أشي أكيد. منو اللي يقول لها حتى أعرف منه؟ اتفاقيات. أنا أقول لك مثل السياسة شلون عميقة، إنه إحنا بس إنه أعزاء المشاهدين. هاي هم نفس الشيء.